حبيته من قلبك. حبيته يا فندم. اها بحبك. مش بحبك. من قلبك. لا كده مش من قلبك. بحبك في ايه هالظابط؟ انا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ انا هتبناهم، انا ما تهمنيش ظروفهم، انا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا هالظابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، ماركة سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، أمان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات، توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي ليه اتزنقت؟ العيال اتورطت معاهم يعني، وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي. فتصرفت. أنت اتجننت؟ بقى بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين؟ تشتغل لهم أنت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالسو ده يا فندم؟ ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لفف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريق اول ما تصحى ولح. انا ما بشربش الحاجات دي يا فندم، اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعه لك انا. انت ثابت يا هالظابط بتاع ليه ما تولعش في بيتي ابدا؟ انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. عالكسفة اللي انت فيها يا حازم. حازم هبتي في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصلا انا سمعت بسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمه. علشان حخنقه قبل ما اعدمه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدم. ايوه لفت لك من الصباحه. ايوه ابو كرتونه. كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعال ورايا الحرز. ايوه تعال ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار يا فندم. يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل الحفلة عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمة دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلتهولي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيرة. البيت ده اللي عمره ما دخلت فيه واحدة ست غير مراتي والشغالة واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكلة، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصورة وافهمه ان المهمة بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى مفخيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومة. ده حازم. اما اللي هيكون عمر. مين؟ عمر شنب اصطبحتك الجركة ابو كرتون يا فندم. الاصطباحة اللي عاملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا بطرحه. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا نجيب الولاد هنا ونعمل الحفله. هتفضح اللي انت بتقوله ده، لا يمكن يحصل الا على جثتي. يا فندم كده العيال هياخدوا بالهم برا. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه
جايب لك يا هارب ومزمار بلدي. قول لي ليه حفله طهور يا سيباسيوني؟ ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت اضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفق. بقول لك يا جرع انت بس يوني ولا زفت. بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان. ساحر هنا في بيتي فندم. انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر فندم. بص شايف العيال ومسجلين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال. دول عيال سفلة جايين. انت بترمزني ليه؟ زي يوم الحرز جايين. وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل. ده احنا بريدنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن. البيت بيتكم. خدوا راحتكم. كسروا الحيطان. اعملوا اللي نفسكم فيه. انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا له يا واد يا عزمي يا ابو العزايم يا زوجة. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس مش كده ولا ايه؟ اه طبعا. ده هفن 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 هفن. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب وهتسيبني هنا لوحدي؟ اسيبك ايه مايا؟ خدي راحتك على الاخر. طب واخده يا مايا على الاخر. روحي هفن هفن. روحي هفن هفن معاهم. سيادة القبطان عاوزه ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس. يلا غطسني غطوسه. ايوه مفيش انابيب تشيل الحجم ده. هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزه اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقه. عاوز تغطسي في الشقه؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله حلو قوي الجو ده يا بسيوني. انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس. واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده. يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. بس يوني انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل ان الواحد يتغير علشانه. فوزي يا مسافره وعامل حفله بس حازم جالك على غفله. ما تفهمش غلط. انا بعمل كل ده عشان مصلحتك ومصلحه اختك. صدقني مصدقك طبعا يا بيه. بس انت المره دي فرطه منك جامد يا بيه. مش لما انت ليك في النظام ده تقول لي برضو حازم حازم حبيبك. نظام ايه؟ هظبطك. انت فاهم غلط. على العموم بص يا حازم انا هشرح لك كل حاجه بعدين. تشرح لي ايه يا باشا بلبس الالعاب اللي